أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الثالث والثلاثون ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول، استمع ثم دع الحكمة في المربع المناسب. He wants you to listen then put the number in the appropriate box. So the first student. أنيسة، عائشة، عمران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. You will listen to the audio and you will tell me the answer. الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الثالث والثلاثون ثانيا، فهم المسموع. التدريب الأول، استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. يقرأ القرآن في الغرفة. Which picture is this? يقرأ القرآن في الغرفة. Anissa, can you hear us? Aisha Imran. السلام عليكم. وعليكم can you hear? which picture is this? يقرأ القرآن في الغرفة. يقرأ القرآن جيم. جيم is the correct answer. Next. 2. تذهب إلى المدرسة بالحافلة. Which picture? دال. تذهب إلى المدرسة بالحافلة. What is the meaning of this sentence? تذهب. She is going. تذهب mean she is going إلى المدرسة to the school. بالحافلة با. by bus. By is the answer. 3. تكنس غرفة النوم. ها تكنس غرفة النوم. تكنس she is sweeping the bedroom. حمزة female. Okay. أربعة، تستيقظ مبكرا. واو نيني مبكرا. Here we have nine, دال دال which is the answer. Dal is the correct answer. دال خمسة، يكنس غرفة الجلوس. ها ستة، يستيقظ متأخرا. واو التدريب الثاني، استمع ثم دع الرقم في المربع المناسب. Listen then put the number in the correct box or appropriate box. إيسا أمبيسا. السلام عليكم. وعليكم السلام. التدريب الثاني، استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. 1. ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أغسل الملابس. وماذا تفعلين أنت؟
أغسل الأطباق. Which picture is this? جيم Sorry. جيم جيم, correct. اثنان. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب في الساعة الرابعة. هل تذهب بالحافلة؟ نعم، أذهب بالحافلة. أي سورة؟ ثلاثة. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ صحيفة. أي سورة؟ ألف. أربعة. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. أي سورة؟ دال دال. دال التدريب الثالث: استمع إلى الحوار ثم دع علامة سيئة في المربع المعاصر. This time you will have three options and you will choose the correct option. نتيجة عامر. سامية كيوم. يس يس السلام عليكم. وعليكم السلام. التدريب الثالث: استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد. متى تستيقظ؟ أستيقظ الساعة الرابعة صباحا. أي خيار؟ با با. second option. correct. اثنان. ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ كتابا. ألف حمزة. ثلاثة. متى تذهب إلى البيت؟ أذهب الساعة العاشرة. عشرة با عشرة. نو. عشرة عشرة جيم جيم. جيم أربعة. ماذا تفعل يوم العطلة؟ أكوي الملابس. أكوي الملابس جيم. التدريب الرابع: استمع إلى السؤال ثم ضع رقمه في المربع المناسب. حميدة. ياسيني. نعم. التدريب الرابع: استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد. متى تستيقظ؟ أي خيار؟ Which option? جيم. No, I was لا دال دال دال. دال دال. اثنان. ماذا تفعلين؟ أي سورة؟ ها. ثلاثة. أين تصلي الجمعة؟ أي سورة؟ واو.
أربعة، ماذا تشاهدين؟ بي با خمسة، متى تذهبين إلى المدرسة؟ ألف No, Jim. This is a school girl. Oh yeah, ساعة سبعة. Yeah, Jim. ستة، هل تذهبين بالحافلة؟ نعم. ألف همزة. حمزة option. همزة. التدريب الأول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. أين تصلي الجمعة؟ Where do you pray the Juma? أصلي في المسجد الكبير. I pray in the big mosque. وأين تصلي أنت؟ And where do you pray? أصلي في المسجد الكبير أيضا. I also pray in the big mosque. زارش أنيسة، عائشة، عمران. نعم. You are first. إيسا، حمبيسا. ختيجة، عامر. سامية، كيوم. Yes. You are second. السلام عليكم. وعليكم جزء. السلام. Stand example. أين تصلي الجمعة؟ أصلي في المسجد الكبير. سامي. وأين تصلي أنت؟ وأين تصلي أنت؟ I'm the first student. So this is the second word. Second student's question. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. Now ask this one. أين تصلي الفجر؟ تصلين الفجر. أين تصلين الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. في مسجد عمر. في مسجد. أصلي الفجر في مسجد عمر. وأين تصلين أنت؟ أصلي الفجر في مسجد عمر أيضا. في مسجد عمر أيضا. Next. أين تصلي الظهر؟ تصلين الظهر. أين تصلين الظهر؟ أصلي الظهر في مسجد البلال. وأين تصلي أنت؟ وأين تصلين. تصلين أنت؟ Good. وأين تصلين أنت؟ أصلي الظهر في مسجد بلال أيضا. Next. أين تصلي العصر؟ تصلين تصلين العصر. أصلي العصر في مسجد عثمان. وأين تصلين أنت؟ أنت. أصلي العصر في مسجد عثمان أيضا. أين تصلين المغرب؟ أصلي المغرب في مسجد علي. وأين تصلين أنت؟ أصلي المغرب في مسجد علي أيضا. أين تصلين العشاء؟ أصلي العشاء في مسجد عمار. وأين تصلين أنت؟
أصلي العشاء في مسجد عمار أيضا. أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد طارق، وأين تصلين أنت؟ أصلي الجمعة في مسجد طارق أيضا. جزاك الله. التدريب الثاني يجب عن الأسئلة مستخدما بالصور. Answer the question making use of the pictures. تعميدة. ياسيني. أيوة يا نعم Answer according to the picture. ماذا يفعل أحمد؟ He is reading the Quran. يقرأ القرآن. ماذا تفعل بنت يسكني البيت؟ تكنسل البيت. أكنس البيت. تكنسل البيت. تكنس البيت. تكنس البيت. ماذا يفعل الرجل؟ يفعل يصلي صلاة. ماذا تفعل فاطمة؟ ستكنس تلفاز. نعم مشاهدة تلفاز. تشاهد التلفاز. تشاهدة تلفاز. ماذا تفعل خديجة؟ What she's doing. Yeah, maybe يكوي الملابس. تغسل الملابس. ستكن الملابس. تغسل الملابس. تغسل الملابس. تغسل الملابس. ماذا يفعل محمد؟ يغسل الأطباق. يغسل الأطباق. آتي جملا كما في المثال. Bring sentences like in the example. أستيقظ مبكرا. I wake up early. زارش. أنيسة. سلام جي. Can you hear us? Anissa. It's the first time I've. It's the first time I'm in the class, so I'm still trying to understand what's going on. Okay. Astaikizu mubakkiran. I wake up early. Repeat the sentence. The sentence is said Astaikitu mabakkaro. Mubakkiran. Mubakkiro. Now make the sentence I wake up late. Are you wake up late? Yes. Astaikizu mutaakhira. Oh, astaikitu mubakkiro. Are you wake up late? Mutaakhira. أستيقظ متأخرا. Next sentence I wake up at 7 o'clock. Are we wake up at 11 o'clock? I wake up at 7 o'clock.
I wake up at 7 o'clock. In Arabic. أستيقظ الساعة السابعة. Anyone? أستيقظ الساعة السابعة. نعم، أستيقظ. استيقظ الساعة السابعة. Next, I wake up at 5 o'clock. استيقظ الساعة الخامسة. I wake up at 4 o'clock. استيقظ الساعة الرابعة. التدريب الرابع يكمل الحوار. You need to complete this dialogue, Aisha. Complete it. أستيقظ عند الفجر. أين When do you wake up? أستيقظ؟ من دماغ من يا ليس. When متى؟ متى يستيقظ؟ متى تستيقظ؟ Okay. متى تستيقظ؟ Next. أين تصلي؟ أين تصلي الفجر؟ Correct. Read أين the أنا بعد؟ compound. Also read all هل sentences. Don't skip أوكي. anyone. متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. لا، أنا بعد. هل تنام بعد الفجر؟ لا، أنام بعد الفجر. ماذا تقرأ؟ ماذا تفعل؟ ماذا تقرأ؟ ماذا ماذا تفعل تفعل؟ بعد الفجر؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة السابعة. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب. هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. جيون هيكا تيجا عمير Yes. متى؟ I will ask you and you will answer me according to yourself. متى تستيقظين؟ متى تستيقظ؟ متى تستيقظين؟ متى تستيقظين؟ What is the answer for this What is the question? meaning? When do you wake up? When do you wake up? متى تذهب؟ You need to answer the أنا question. السلام عليكم جي سر. وعليكم السلام. متى تستيقظين؟ أستيقظ عند الفجر. أين تصلين الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. هل تنامين بعد الصلاة؟ لا، أنام بعد الصلاة. ماذا تفعلين بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. أقرأ القرآن. متى تكنسين الغرفة؟ عند سر تايم بتاعنا. Yes. أكنس الغرفة عند أكنس الغرفة
بالساعة الخامسة. خامسة يعني 8 نوكو क्या कहेंगे سامينة أكنس الغرفة الساعة الثامنة. أكنس الغرفة الساعة الثامنة. متى تذهبين إلى المدرسة؟ لا أذهب إلى المدرسة. متى تستيقظين يوم العطلة؟ أستيقظ عند الفجر. ماذا تفعلين يوم العطلة؟ أستيقظ بعد القرآن، بعد قراءة القرآن. أقرأ بعض القرآن وأقرأ جزءا من القرآن. أين تصلين الجمعة؟ أصلي الجمعة في البيت. متى تشاهدين التلفاز؟ لا أشاهد التلفاز. فهميدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. This is a speed review. Any student can answer now. Anyone? فور بنت فور بنت. بنت الولد يأكل. الولد يشرب. الولد يشرب. نمبر تو نو. البنت البنت تشرب. تشرب. فورت امرأة. فورت امرأة. المرأة تأكل. المرأة تأكل. المرأة تشرب. سكند المرأة تشرب. البنت تجري. فورت البنت تجري. الرجل يأكل. ثيرد الرجل يأكل. الولد يجري. ثيرد الولد يجري. البنت تأكل. سكند البنت تأكل. المرأة تجري. ثيرد المرأة تجري. الرجل يجري. الرجل يجري. المرأة يقرأ. ثيرد الرجل يقرأ. الرجل يقرأ. الولد يقرأ. فاست الولد يقرأ. البنت البنت تقرأ. تقرأ. سكند تقرأ. المرأة تقرأ. المرأة تقرأ. بنت فاست. بنات. 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 أولاد. 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 أولاد يأكلون. فاست أولاد يأكلون. البنات تشرب. البنات يشربن. البنات يشرب. البنات يشربن. الولد. فورت ولد. مرحبا. فاست مرحبا. مرحبا. رجل. رجل. الرجل يشرب. الرجل يشرب. البنات البنات يجرين. يجرين.
الأولاد الأولاد يقرؤون يقرؤون الأولاد يقرؤون يقرؤون رجال 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 نساء نساء الرجال يشربون بنت سكند بنت 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 اوكي ثيرد الولد يأكل ولد يأكل الولد يشرب الولد يشرب يشرب البنت تشرب البنت تشرب امرأة امرأة المرأة تأكل المرأة تشرب المرأة تشرب تشرب البنت تجري البنت يجري تجري تجري البنت تجري الرجل الرجل يأكل الرجل يأكل الولد يجري يجري الولد يجري البنت تشرب البنت تأكل البنت تأكل المرأة تجري تجري المرأة الرجل يجري الرجل يجري الرجل يقرأ الولد يقرأ الولد يقرأ الولد يقرأ البنت تقرأ 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 المرأة تقرأ المرأة تقرأ بنات 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 الأولاد أولاد أولاد الأولاد الأولاد يأكلون البنات البنات يشربن يشرب ولد ولد مرحبا 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 رجل رجل الرجل يشرب يشرب الرجل يشرب البنات البنات يجرين البنات يجرين الأولاد يقرؤون الأولاد يقرؤون الأولاد يقرؤون رجال رجال نساء نساء الرجال يشربون الرجال يشربون Anybody any question? See you all next time, inshallah. Ma'assalama. Ma'assalama. Jazakallahu khairan kaseer. Anyakum.